وأعظم ما يمكن أن يرزقه العبد من العطايا الإلهية والمنح الربانية أن يرزق العبد قلبا يستحي من الله، فيستحي من الله إذا أعطاه أن لا ينفق، ويستحي من الله إذا عافاه أن لا يذهب بأقدامه إلى المساجد والجمع والجماعات، ويستحي ويستحي من الله إذا خلا أن يأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويستحي من الله إذا أظلم عليه الليل أن لا يكون من ليله نصيب من صلاة وعبادة يناجي فيها ربه ويزدلف فيها إلى خالقه ويتقرب فيها إلى مولاه، ويستحي من الله إذا رزقه قوة في معيشته أن لا يطعم جاره والسائل المحروم ومن كتب الله لهم أن يعطوا من المال زكاة وصدقة، ويستحي من الله إذا رزقه الله زيادة في العافية أن لا يأتي عليه يوم يصوم فيه الهواجر تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ولا يمكن حصر ما يمكن أن يطلب من العبد، لكن من رزق التقوى بعمومها فقد رزق الخير العظيم.